مفتخرين بالمجهود اللي كنعملوا طبعا. ماشي تقصر مني بالنسبه للتواجد ديالي في المغرب، هو دائما كنكون متواجده في المهرجانات اللي كنكون مدعوه ليها، كنت في موازين، دائما كنكون مرارا في 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 الشمال، دائما تنكون متواجده في مهرجانات الشمال، لانه كنظن انه دائما كيكتفوا الحفلات كنظن في هنا في الشمال، سواء في تطوان او طنجه او مضيق، ايضا شاركت اكثر من حفله في المضيق، ودائما كتكون حفلات ناجحه، وكنحس انه كاين واحد العلاقه قويه بيني وبين جمهور الشمال، يمكن هما الاكثر يعني كيبغيو يسمعوا الاغاني ديالي او تعلق بالاغاني ديالي، يمكن ذوقهم شويه تيكون رومانسي، شويه رومانسي، هما شعب رومانسي يمكن، لذلك انا دائما تنكون في الشمال. دور الفنان السياسي دائما تيكون، ولكن تيكون خافي، يعني الفنان دائما كيكون تيشارك في المناسبات، لانه هو كيتفاعل مع المجتمع، تيتفاعل مع الامور السياسيه بدون قصد، يعني دائما تتكون مثلا اذا كانت بلادك محتاجك في واحد الدور معين، دائما كتلقى نفسك موجود، ودائما تيكون الجو محتاج، دائما كيكون واحد تكتيف الاغاني الوطنيه. حنا طبعا المغاربه محظوظين ان احنا كنتميو للمغرب، البلد الناجح والبلد المستقر امنيا الحمد لله برعايه سيدي صاحب الجلاله. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذه النعمه، ولكن دائما عندنا وطنيه احنا قويه، وكنت ودائما كان كيكون هناك اعمال وطنيه من خلال الفنانين. شكرا.